السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة من رأى أو سمع أو قرأ سورة سبأ في المنام وتعبيرها. أحباب الله، من رأى أو سمع أو قرأ سورة سبأ في المنام سيكون من الحامدين ومن العلماء الذين لا يخشون إلا رب العالمين، وسيكون له رزقا واسعا، ومن المستغفرين والتوابين، وسيكون من الشاكرين والذاكرين الله كثيرا، وسيكون أيضا مما إذا عمل أي عمل أتقنه وأعطاه حقه وزيادة، ولن يستطيع الجن والشياطين عليه بسلطان، وعندما يتوفى سيكون في وفاته كرامة له يذكره من بقي حيا من بعده، وذكره سيكون باقيا وعاليا، وسيحارب الشيطان الرجيم ويكون من دعاء للدين، وكلمته مسموعة بين المسلمين، وسيكون مخلصا للعبادة لله رب العالمين، ومؤمنا بكل أركان الإيمان والدين، ويخاف رب العالمين، وسيكون من أصحاب الشفاعة، يعني الله راح يشفعه بمجموعة من أهل يوم القيامة إن كانوا يعني ناقصهم حسنات، وسيكون متواضعا مع الناس إلا مع المتكبرين راح إيش ما يتواضع معهم، وسيصلح الله له زوجه وذريته، ويكون لكلهم من الصالحين، وسيكون من الصادقين لكل أمور الدين، وعدو للكفر والمنافقين. هذا كله إن كان المؤمنين والصالحين، والعكس إن كان من المكذبين والمنافقين أو الكافرين، فعليهم الرجوع إلى ربهم قبل أن تأتيهم الساعة فتبهتهم أو يأتيهم الموت بختة فيكون ربي أرجعون. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.